توجيهي برعاية جامعة فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم متابعين عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية. من جديد نلتقي وإياكم في برنامج أنا توجيهي. أنا توجيهي برنامج مخصص لطلاب الثانويات العامة، أنت تسأل ونحن نجيب. إن شاء الله سنتكلم في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد السلك ومبحث مادة الفيزياء. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، شرفتنا اليوم. الله يبارك فيك يا استاذ ماهر، حياك. كيف نشاطك اليوم؟ والله تمام الحمد لله. كيف انت والرياضه؟ وحبايب حبايب ان شاء الله. ان شاء الله. ماده الفيزياء ماده صعبه نوعا ما وجامده، بدنا نبسطها على الشباب وعلى الطلاب وطالبات الثانويه العامه وعلى الاسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، سهل عليهم كيف عمليه الاستخراج والمعادلات والقوانين بشكل بسيط مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله استاذ ماهر. ان شاء الله. ان شاء الله. على بركه الله واياكم مستمعينا ومتابعينا عبر قناه واذاعه أمواج الرياضيه بعد هذا الفاصل القصير. وجامعه كل الفلسطينيين جامعه فلسطين. وسهلا بكم أعزائي الطلاب أينما تواجدتم بكل حب وخير عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية في هذا الرابط المشترك في برنامج أمواج، طبعا برنامجكم أنا توجيهي عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية مع مادة الفيزياء والأستاذ محمد السلك. أهلا وسهلا بحضرتك مرة ثانية. حضرتك من منطقة الشجاعية. صحيح. مبروك الفوز في البداية. الله يبارك فيك استاذ ماهر. الله يبارك فيك. بتتابع رياضة قلت لي. أكيد، وبرشلونة كمان برضه امبارح فاز بكأس آسف الدوري الأسباني. نعم. فالحمد لله 2-1 وإن شاء الله يكون عقبال الكأس يا رب. إن شاء الله على بركة الله إن شاء الله وإياكم طلابنا الأعزاء. إن شاء الله. في مادة الفيزياء. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أعزائي الطلاب المنهج الفيزياء كما تعلمون مقسم إلى 4 وحدات. نعم. الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة. طبعا الوزن النسبي بالنسبة للوحدة الأولى والثانية مشترك مع بعض حوالي 35%. أما الوزن النسبي بالنسبة للوحدة الثالثة والرابعة فهو حوالي 65%. نعم. يعني تقريبا خلينا نقول مثلا ثقل منهج التوجيه في الوحدة الثالثة والرابعة. فعشان كده بنقول لطلابنا في البداية دائما أنت حاول تبدأ في الوحدات اللي فيها كم درجة كبير، يعني أنت بتحكي مثلا عن الوحدة الرابعة والثالثة، بالذات الوحدة الرابعة. ايش مشكلة الوحدة الرابعة يا أستاذ ماهر؟ بتتاخذ في آخر فترة في المنهج. نعم. الطلاب فترة غياب، المدرس بيضطر انه يكسب وجود الطلاب، يشرح الماده بطريقه سريعه جدا. نعم. فبضل في يعني قصور في بالنسبه للطالب في الوحده هذه. فاحنا ان شاء الله في خلال لقاء اليوم ان شاء الله، لقاء بكره ان شاء الله، ان شاء الله بنحاول هو نضع اللي هو اللمسات المهمه في الوحده الرابعه واهم النقاط المتعلقه او النقاط اللي ممكن تكون اساسيات في امتحان النهائي. يعني اللي بتابعونا الان ان شاء الله هنحكي عن الوحده الاولى والوحده الرابعه. اليوم ان شاء الله هنحكي عن الوحده الاولى والثالثه. والثالثه. بكره ان شاء الله هنحكي عن الوحده الثانيه والرابعه. طبعا حابب يتابع معنا، اللي حابب يسجل معنا بعض النقاط احنا جاهزين. نعم. في البدايه يا استاذ ماهر لو جينا احنا نحكي بالنسبه للوحده الاولى. الوحده الاولى جرت العاده، احنا طبعا لما بنحكي احنا عن نظام امتحانات بنطلع على الامتحانات السابقه. نعم. بنلاقي الامتحانات السابقه الفيزياء في صار توجه من فتره انه تكون امتحانات سهله. يعني ابتداء من 2012 2013 2014، يعني العام الماضي مثلا 4 اسئله من كتاب الوزاره. نعم. بالرقم. جميل. هذا طبعا مؤشر جيد انه الطالب انه بضل فكره انه عنده مشكله انه خلاص الفيزياء قد ما ادرس فيها صعبه، حاجي الامتحان معقد، طب انت ليش بتسوي في حالك هيك؟ طب الشيء واضح، انا بطلع على الامتحانات، باقي الامتحانات واضحه وبسيطه، طب ليش تعقدها؟ الوحده الاولى بالذات يعني غالبا بيكون سؤال الامتحان فيها مباشره. نعم. بمعنى غالبا بيكون من الكتاب الوزاري او مع تغيير بعض الارقام. طبعا حيكون في الامتحان سؤال واحد على الوحده الاولى. نعم. سؤال اساسي من 8 ل 9 درجات، وممكن يكون عنده سؤال، ما احنا فينا النظام اللي هو ال5 وال6، ممكن السؤال بنسميه اللي هو اختر احد السؤالين. نعم. لكن احنا خلينا نحكي على الاساسي. عندك الوحده الاولى مقسومه الى قسمين، فصل اول فصل ثاني. الفصل الاول بعنوان كميه التحرك، الفصل الثاني بعنوان التصادمات. واليوم ان شاء الله احنا استاذ ماهر هنحط اللي هو اهم النقاط المتعلقه بالوحده الاولى، والمجال اللي بيكون فيها الطالب بيكون فيها مثلا خربطه او عدم اتزان، في خربطه مثلا بعض الاشارات هنتحدث عنها ان شاء الله، قصه التغير في كميه التحرك، التغير في السرعه الى اخره. فاحنا ان شاء الله اليوم حضرتك والمستمعين الكرام ان شاء الله هيك اليوم نعم. بكل الامور ان شاء الله جيده وطيبه. نعم. اذا حابين نبدا استاذ ماهر على بركه الله ان شاء الله. تفضل. يعني أكيد طلابنا الأعزاء بإمكانكم المشاركة معنا على 2388040 أو إرسال رسالة الأس أم أس اللي هي أسفل الشاشة على 8 14 15 18. وكذلك لكل المستمعين بإمكانهم الاستماع إلينا عبر الإنترنت على www.amwajsport.bs مع الأستاذ محمد السلك ومادة الفيزياء. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في إحنا لو حكينا بالنسبة للوحدة الأولى، طبعا الوحدة الأولى في إحنا عندنا فصل بعنوان كمية التحرك ويسمى الزخم الخطي. نعم. كمية التحرك كت بتساوي عبارة عن كاف في عين. طبعا كمية متجهة لأن السرعة كمية متجهة، تقاس بوحدة كيلوغرام في متر على الثانية أو وحدة نيوتن ضد ثانية. نعم. هذا عبارة عن معلومات الطالب بيكون عارفها. لكن احنا نيجي كده نقطة مهمة. كمية التحرك دلتا كت ماذا تتغير؟ كمية التحرك اللي بغيرها حاجتين، إما تغير الكتلة. نعم. ممكن أقول مثلا دلتا كاف على اعتبار انه السرعه عندي هان ثابته، او ممكن اقول اللي هو دلتا عين في كاف على اعتبار انه عندي الكتله ثابته. يعني معنى الكلام انه عشان كميه التحرك تتغير، يا اما الكتله حتتغير يا اما السرعه حتتغير. لو صار ان عندي تغير دلتا كاف مع دلتا عين، هان حتكون عندي كميه التحرك هي عباره عن كميه ثابته. نعم. لان العلاقه بين الكتله والسرعه هي علاقه عكسيه. في البدايه في عندنا العلاقه هذه، بعدين احنا حنروح على علاقه بتقول انه الطاقه الحركيه بتساوي كت تربيع على 2 كاف. هذه علاقه بتربط ما بين الطاقه الحركيه وكت، لانه ان نعم. الطاقه الحركيه هي عباره عن جسم او هي عباره عن مقياس الطاقه الحركيه للجسم، وكت العلاقه بالطاقه الحركيه، فاكيد بينهم ايش؟ علاقه. العلاقه بتساوي انه الطاقه الحركيه بتساوي كت تربيع 2 كاف، او ممكن نقول كت هي جذر التربيع 2 كاف الطاقه الحركيه. طيب العلاقه هذه مش موجوده في الكتاب. طب انت ايش معنى انت يعني استقرت عليها؟ لانه في سنه 2008 نعم اجاهم سؤال في الامتحان اختار الاجابه الصحيحه، وكان حلها الطلب اللي هو وجود العلاقه هذه. ففي احنا احيانا بعض العلاقات بتكونش قوانين اساسيه في الكتاب، لكن بتساعدنا في حلول بعض المسائل زي العلاقه. طيب الطالب من وين ممكن يجيبها؟ يعني انتم حضرتكم تشرحوها للطلاب. تمام. ايش اساس العلاقه هذه؟ تمام. الطاقه الحركيه تساوي نص كاف عين تربيع. الطاقه الحركيه تساوي نص كاف عين تربيع يعني عين في عين. لو جينا احنا هان ضربنا في كاف نعم. وقسمنا على كاف، بصير عندك الطاقة الحركية تساوي كاف في عين كت، كاف في عين كت، يعني كت تربيع، واثنين في كاف 2 كاف. هذه عبارة عن إثبات العلاقة. وفي طبعا طريقة ثانية لو الطالب حاب يشوف. طبعا استاذ ماهر سؤالك كان في محله. نعم. لأنه في سنة 2010 2011 في امتحان صناعي طلب منهم إثبات العلاقة هذه. وكان طالب هيك يعني طلاب العلم، وسؤالك كان في محله. الطاقة الحركية تساوي نص كاف عين تربيع. نعم. هذا رقم واحد. كت تساوي كاف في عين، بمعنى أن عين هي عبارة عن كت على كاف. هذا رقم اثنين. لو عرضنا العلاقة هان حنحصل أن الطاقة الحركية بتساوي كت تربيع على 2 كاف. إذا هلقيتها عسري. هان في اللي عندنا أول شيء حكينا عن كمية التحرك، هي كمية فيزيائية حاصل ضرب الكتلة والسرعة. كمية التحرك تتغير حسب، ممكن تكون تغير الكتلة مع ثبات السرعة. نعم. أو تغير السرعة مع ثبات الكتلة. وقلنا كمية التحرك بتحكي عن الطاقة الحركية أو بتحكي عن الحركة، والطاقة بتحكي عن الحركة، فبينهم علاقة. الطاقة الحركية بتساوي كت تربيع 2 كاف، وهذه علاقة تم يعني اجى عليها السؤال في امتحان 2008. وممكن زي ما حكى الأستاذ ماهر إنه ممكن تجيك العلاقة في الامتحان على شكل إثبات. نعم. إنه أثبت أن العلاقة بين الطاقة الحركية وكمية التحرك، الطاقة الحركية بتساوي كت تربيع على 2 كاف. نعم. هذه بالنسبة للجزئية الأولى في الوحدة الأولى. جميل. فيها عندنا جزئية ثانية. الجزئية الثانية بتحكي عن حاجة قاف تساوي دلتا كت على دلتا زين، وهل لازم الطلاب يركزوا معي في الكلام اللي جاي. نعم. القانون اللي قدامي هذا اسمه اللي هو الصورة الثانية لقانون نيوتن الثاني. هان احنا بنتعامل قاف ميم. شو قصدك بقاف ميم؟ يعني قوة محصلة. تمام. يعني انت هلا لما تقول دلتا كت على دلتا زين، هو لما انا استخدم القانون هذا لازم لما اقول قاف هان قوة محصلة. وطبعا حسب طبيعة السؤال. كيف يعني يا استاذ؟ إذا كانت عندك حركة أفقية زي مثلا تقول مثلا جسم تصادم مع حائط وارتد. ها نحن بنعمل عملية إهمال للوزن، بمعنى أن الوزن لا يدخل ضمن القوى المحصلة. هذا أول فكرة. ثاني فكرة، في إحنا بنحكي عن الحركة العمودية. الحركة العمودية هان بكون في عندي وزن، وطبعا دائما الوزن لأسفل. طب كيف يعني يا أستاذ؟ يعني خلينا نمسكها بالأسئلة. 2008 و2014 إجاهم سؤال إنه في سقط جسم هان وارتد. هان حيكون عندي قوة الوزن دائما لأسفل، وهان قوة الدفع سواء كان يعني دفع الأرض أو دفع اللي هو الماء. نعم. فحتكون عندي هان القوة المحصلة هي عبارة عن قوة الدفع ناقص قوة الوزن. وهذا الكلام إجا في سنة 2008 و2014. طيب بدنا نحكي عن السنة هذه. إيش ممكن يجيك مثلا؟ ممكن يجيك سؤال بالعكس. كيف يعني سؤال بالعكس؟ إنه يكون في أنت عندك هان جسم صدم مثلا هان مثلا سقف، والسقف طبعا حينزل جسم لتحت، حيكون أنت عندك قوة الوزن لأسفل وقوة دفع السقف لأسفل، فبصير هان القوة المحصلة هي قوة الوزن زائد قوة دفع السقف. إذا نعيد مرة ثانية. نعم. القانون اللي قدامنا قاب بتساوي دلتا كات على دلتا زن. هذا عبارة عن قانون بنسميه احنا الصورة الثانية لقانون نيوتن الثاني، ومنها انه قاف ميم هي قوة محصلة. فانت هل لما تيجي تطبق القانون بدك تاخذ بالك من حاجة، ايش هي؟ انه احيانا في السؤال ممكن تلاقي أكثر من قوة. طب كيف بدي أميزها يا أستاذ؟ نعم. حسب السؤال. إذا كان عندك السؤال حركة أفقية بنهمل الوزن، ساعتها بستخدم القانون بشكل مباشر، قاف بتساوي دلتا كات على دلتا زن. اثنين. أما إذا كان سؤالك حركة عمودية وعندي حركتين، ممكن حركة لأسفل أو حركة لأعلى. نعم. إذا كانت حركة لأسفل زي مثلا سؤال السباح مع طلاب في الصفحة رقم 9 في الكتاب الوزاري، هتلاقي مثلا السباح لو صدم بالماء هتكون قوة وزنه لأسفل وقوة دفع الماء لأعلى. لما أجيب أنا هان القوة المحصلة بتكون عبارة عن عملية طرح، قوة دفع ناقص قوة الوزن. طب هذا الكلام إجا. إيش ممكن يجيك مثلا سؤال ما جاش قبل هيك، إن لو تم تصادم اللي هو كرة في سقف، طبعا دائما السقف بنزل كره مين؟ لاسفل، فبكون انت عندك قوه وزن الكره وقوه دفع لاسفل، فبتكون عندي عمليه قوه المحصله هي عباره عن قوه الوزن زائد قوه دفع السقف. في نقطه ثانيه، لو جينا لدلتا كات. دلتا كات هي عباره عن كاف في دلتا عين. احنا حكينا قبل شويه انه التغير في كميه التحرك قد يكون تغير نتيجه الكتله او تغير السرعه. لو جينا احنا لدلتا عين، دلتا عين ممكن يا اعزائي الطلاب تكون ثلاث اشكال. كيف يعني؟ ممكن تكون دلتا عين هي عبارة عن عين 2 ناقص عين 1، أو دلتا عين هي عبارة عن عين 2 زائد عين 1، وممكن تكون دلتا عين هي الجذر التربيعي، تربيع الأول زائد تربيع الثاني إلى آخره. متى هذه ومتى هذه ومتى هذه؟ إذا كان أنت عندك السؤال الجسمين بتحركوا في اتجاه واحد، فبتكون أنت عندك عين 2 ناقص عين 1، دلتا عين عبارة عن عين 2 ناقص عين 1. نعم. أما إذا كان عندك عملية ارتداد، يعني جسم تصادم في حائط وارتد، هان ساعتها هنقول عين 2 زائد عين 1 أو ناقص عين 2 ناقص عين 1. ودائما أنا بقول للطلاب في عبارة حلوة هان، إيش بتقول العبارة؟ عند الارتداد تجمع السرعات. عند الارتداد تجمع السرعات، بمعنى لما جينا دلتا عين اللي هي التغير في السرعة هي عبارة عن عين 2 ناقص عين 1. نعم. طيب الحالة الأخيرة جذر، لما تلاقي أنت عندك هان سرعة أولى وعندك كان سرعه ثانيه وتلاقي مثلا بينهم زاويه وحابب تجيب دلتا عين، ساعتها بستخدم القانون المحصله المتوازي الاضلاع، جذر تربيع الاول زائد تربيع الثاني زائد 2 الاول في الثاني في جتا الزاويه. اذا هنا استاذ ماهر احنا في عندنا كم معلومات لا باس به. جميل. نيجي هنا دلتا كات مره ثانيه عشان بطلب ايش يكتبوها معنا. دلتا كات التغير في كميه التحرك نتيجه تغير الكتله او تغير السرعه، والسرعه طبعا تتغير تحت ثلاث بنود، اما تقول عين 2 ناقص عين 1 او عين 2 زائد عين 1 او جذر، وكل واحده الى حاله. نعم. طيب نيجي لنقاط الخلل اللي بصير عند الطلاب. في احنا عندنا الخلل في الطلاب اللي هي قصه، انا مش همسح هذه عشان بدي اياها شويه، اللي هي قصه اللي هو الاتجاهات. نعم. احنا عنوان وحدتنا يا استاذ ماهر المتجهات. نعم. نيجي قصه المتجهات، وهذه قصه المتجهات عامله عند الطلاب مشكله. نيجي هلقتها نشوف مثلا السؤال التالي او المثال التالي. انا عندي هان جسم، هذا الجسم طبعا سقط او بدا حركته من السكون سقوط حر، اصطدم بالارض وارتد الى اعلى. هذا عباره عن عين. احنا قلت احنا بندور على حاجه اسمها عين 1 وعين 2. نعم. ايش هي عين 1 وايش هي عين 2؟ عين 1 هي عباره عن سرعه الجسم لحظه الاصطدام، هون اتصدم تحت، اذا هذا عباره عن عين 1. عين 2 هي عباره عن سرعه الجسم لحظه المغادره، اذا وين عند عين 2؟ هنا عين 2. ها طب ايش نسميها؟ ممكن تسميها عين 0 وممكن نسميها عين 3. احنا ليش حكينا الكلام هذا؟ لانه في عندي قانون بقول دلتا كات هي عباره عن كاف عين 2 ناقص عين 1، فالطالب هم بصير في عنده خلل، مين هي عين 1 وعين 2؟ اذا انا بحكي عن تصادم جسم مع ارض او جسم مع حائط، ايش المقصود بعين واحد وايش المقصود بعين اثنين. عين واحد هي صورة الجسم لحظة التصادم بالارض، عين اثنين صورة الجسم لحظة المغادرة. تمام. في عندنا اشكالية ثانية، ايش اشكالية ثانية يا استاذ؟ انت لاحظ انه عندك عين اثنين، عين واحد لتحت وعين اثنين لفوق. نعم. طب مين الموجب مين السالب؟ انت حر. كيف انت حر؟ انت بتتعامل مع كميات متجهه، ما زال كل واحد بتتحرك باتجاه، اذا كل واحد تحمل اشاره سالبه وواحده اشاره موجبه، طب مين السالب مين الموجب؟ هذه حاجه بترجع لك. لكن لقيت احنا جرت العاده بالنسبه احنا لمعظم الطلاب انه دائما نعتبر ان السرعه الثانيه هي الموجب والسرعه الاولى هي السالب. ليش طيب؟ لانه يا استاذ ماهر الطلاب في عندهم مشكله في السوالب، اقرا عليه يشوف سؤال بيطلع فيه سالب. عشان لما اجي اعوض اقول له عين اثنين بالموجب ناقص، عين واحد بالسالب، يصير سالب عين واحد، وتيجي عندك عين اثنين زائد عين واحد، وهنا انا برجع للعلاقه اللي قبل شويه اللي هي عند الارتداد تجمع السرعات. هاي من هنا اجت ايش؟ قصه اللي هي جمع السرعات. فهنا هي عباره عن توضيح ليش انا جمع السرعات، ولو انت فرضت العكس انه فرضت هذا السالب وهذا موجب بدل ما يطلع جبك مثلا 12 نيوتن حيطلع سالب 12، فيش اي اشكاليه عندنا احنا بالنسبه للسوالب. واهم شيء يعني من 2013 و2014 صرنا نحاسب على الاتجاهات. ايش قصة الاتجاهات؟ يعني موجب س، سالب س، موجب ص، يعني ممكن وهذا القياس ما يخصمش على درجات، لكن الاتجاهات يعني السنة الماضية استاذ ماهر اجى السؤال عليه 9 درجات. تمام؟ درجتين على الاتجاه. نعم. بس درجتين. ليش؟ لأنه أنت بتحكي عن كمية ايش؟ عن وحدة اسمها متجهات، فالطالب ما ينفعش أقول مثلا إنه السرعة 5. طب 5 وين؟ يمين ولا شمال؟ فلازم أحد أقول 5 متر لكل ثانية شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا. هيك يا استاذ ماهر احنا بنكون تقريبا الفصل الاول او نصف الفصل الاول تم انجازه. حكينا عن موضوع اللي هو كميه التحرك، العلاقه بين كميه التحرك والطاقه الحركيه، حكينا عن قانون ق بتساوي دلتا كات على دلتا زد. طب على ماذا يركز بالفصل الاول؟ على الوحده الاولى بالضبط. احنا غير خلينا نحكي عن الراح، اهم شيء تركيزنا حيكون على القانون هذا. نعم. لانه القانون هذا يحمل في طياته دلتا كات حكينا عنها، ويحمل اللي هو دلتا عين حكينا عنها، فتلقى هذا القانون شامل بيشمل كل حالات ايش اللي حكينا عنها. بالاضافه لذلك في الفصل الاول جزئيه اسمها الدفع. الدفع طبعا في طلاب لما اقول كلمه قصه الدفع بفكروا فلوس، لا يا عم الدفع مش فلوس. دفع في كل شيء. تمام. الدفع هو عباره عن قوه بتاثر على الجسم فبتحرك الجسم هذا. نعم. قوه بتاثر على الجسم، وهذه القوه بتسبب اللي هو ممكن استاذ محمد يجيبوا تعريفات تعرف الدفع مثلا. تمام. بالذات 2014 شكرا كنت توجيه علمي استاذ ماهر. 2014 العام الماضي اجاهم سؤال عرفوا الدفع. نعم. حكيت ايش قوانين الدفع؟ حابب اكتب معنا. الدفع هو عباره عن قاف في دلتا زد. الدفع هو عباره عن دلتا كات. الدفع هو عباره عن المساحه تحت منحنى القوه والزمن. يعني لو انا في عندي علاقه بين القوه والزمن، المساحه المحصوره هي عباره عن دفع. التعريف الاساسي ان الدفع هو عباره عن قوه تؤثر على الجسم فتحركه في زمن ما. هذا عباره عن التعريف الاساسي. في 2014 اجى قال لهم عرفوا الدفع. هذه العلاقه بنسميها الدفع بيساوي دلتا كات، نظريه اللي هو دلتا كات ودفع او التغير في كميه التحرك والدفع. نعم. ففي بعض الطلاب سابوا التعريف الاساسي وراحوا عرفوا قالوا انه الدفع هو عباره عن تغير في كميه التحرك. كلام صح 100%. احنا ما بنتعاملش مع ايات قرانيه، احنا بنتعامل مع نصوص موضوعيه. طالما الطالب بيحكي النص في اطار انه عنده قانون وبيشتغل عليه يعتبر صح، ما فيش عندنا حاجه اسمها لازم القانون او يكون تعريف بالحرف، لا احنا طلاب علمي احنا يكفي انك استنتاجي ممكن بالضبط استنتاجي او مفهومه وبتاخذ منه هو التعريف. الجزئيه المهمه اللي هي المساحه تحت منحنى القوه والزمن. بس قبل ما نروحنا على المساحات خلينا نحكي حاجه مهمه جدا. الدفع يساوي ق في دلتا زد، هذا قانون يستخدم لحساب الدفع، فيش مشكله. والدفع يساوي دلتا كات يستخدم في قانون الدفع، ولكن احنا كحسابات او كفيزيائيين نفضل حساب من الدفع من خلال التغير في كميه التحرك. لو جاك سؤال في الامتحان قال لك علم مائتي، غالبا ما يتم حساب الدفع من خلال التغير في كميه التحرك. طبعا القانون فوق صح، لانه دلتا كات ايش تشمل؟ تشمل كاف عين اثنين ناقص عين واحد. سهل ان انا ارصد سرعه الجسم الاول وسهل ان ارصد سرعته بعد ما اتحرك، لكن القوة موجودة، لكن دائما زمن تأثير القوة بيكون صغير جدا فيصعب رصده. فلذلك ايش يكون سؤالنا ويكون جوابنا. سؤالنا على الليماتي غالبا ما يتم حساب الدفع من خلال التغير في كمية التحرك، ولا يتم حسابه من خلال قاف دلتا، لأن زمن القوة المؤثرة على الجسم يكون صغير جدا فيصعب رصده. لكن عملية اللي هو دلتا كات اللي هو عملية حساب قيمة عين واحد وعين اثنين سهل نحسبها، فعشان هيك بتكون عملية اللي هو حساب الدفع من خلال القانون هذا أسهل وأوضح. الجزئية الأخيرة في الموضوع هذا العلاقة بين المساحة أو علاقة بين القوة والزمن، والمساحة بتساوي دفع. ولازم طبعا طلابها أن يعرفوا اللي هو أهم المساحات الأساسية زي مثلا مساحة المستطيل، مساحة المربع، مساحة شبه المنحرف إلى آخره. جميل. في كمان هان خطأ برضه وارد عند الطلاب. إيش الخطأ الوارد؟ ها مثلا لو قلنا مثلا هان كت وهان زين وجينا عملنا زي علاقة زي هيك وقلنا للطالب مثلا احسب الدفع عند 2 ثانية، اول ما بفكر ايش بروح اسوي؟ بروح عند 2 وبروح بجيب مساحه. لا، غلط الكلام هذا. ليش غلط؟ لانه ايش تعريف الدفع من قوه متغيره؟ انه لازم يكون عندك علاقه بين القوه والزمن وليست كت والزمن. فهان فكره انك تجيب مساحه هان غلط. فهو بتلاقي الطالب اول ما بشوف مساحه بفكر انه كل شيء دفع مساحه. لا، حسب بطلع اذا كان علاقه بين القوه والزمن فالمساحه المحصوره هي دفع، اما اذا كان علاقه بين كميه التحرك والزمن فها من خلال ان انا اجيب ميل الخط، لانه ميل الخط حيمثل القوه ومنها طبق القانون الدفع يساوي قاف فدلتا زين. فاختلف الحل عندي على الحالة الأولى عن الحالة الثانية. نعم. طب أستاذ محمد سلك، يعني هذه مواد رئيسية وأساسية، يعني استنتاجات ومعادلات كثيرة يعني يحتار فيها الطالب. تمام. كيف ممكن نركز على مع بعض القوانين الأساسية؟ تمام. يعني هذه كلها عموميات أنا شايف. تمام. أستاذ ماريا تقريبا في كتابنا في حوالي أكثر من 32 إثبات. وكمان في احنا عندنا مشكله في وضعي الامتحان. ايش المشكله؟ انه احنا اكثر من مره قلنا يا اما بتعتمد اثبات الكتاب يا بتلغيها، بمعنى انه ما بينفعش انا احمل الطالب 32 اثبات وانت في الاول في الاخر يعني من 2007 لحتى الان لم ياتي اثبات من داخل الكتاب. اغلب بيجي عباره عن اثباتات خارجيه، قوانين بيستنتجها الطالب. ما هو هذا برضه ايش يشكل عبء على الطالب. فانت يعني حضرتك انت يعني مثلا كاول مره تتفرج هيك لقيت انه في يعني عبء على الطالب قوانين، ولسه في عندنا فصل اسمه الحادثه الكهرومغناطيسيه تقريبا حوالي 18 قانون. فعشان هيك الطلاب بتلاقيهم من ماده الفيزياء كان في تخوف، لكن هي الماده هذه بدها تعب، بدها من البدايه. كلها قوانين يعني في الاخر. نعم. ومتعه لما تلاقي الطالب مثلا يتقن الماده هذه بالذات يعني ماده الرياضيات بحس فيها اللي هو ايش متعه. احنا قلتها بالنسبه للسابق، احنا قلت لو جينا بالنسبه للسابق ممكن احنا نركز كل كلامنا في قانونين، في كل حكينا انه قاف بتساوي دلتا كات على دلتا زين، هذا قانون مهم، وان الدفع هو عباره عن قاف في دلتا زين. هذا القانونين بيشملوا كل اللي حكيناه احنا، لكن بضل عادي اللي هو التفرعات اذا كان في عندي قوه متغيره او مش قوه متغيره. هكذا نيجي يا استاذ ماهر لسؤال نوعا ما يعتبر تميز. نعم. نختبر فيه طلابنا هيك ونشوف ايش لو جاهم سؤال في الامتحان ايش حيحلوا السؤال هذا. السؤال ايش بيقول؟ يتحرك جسم تحت تأثير قوة متغيرة حسب العلاقة قاف تساوي 2 زين زائد 1، حيث زين هو عبارة عن الزمن بالثانية. المطلوب منك أوجد الدفع على الجسم خلال أول 3 ثواني. نعيده كمان مرة عشان المستمعين. تمام. السؤال مرة ثانية، يتحرك جسم تحت تأثير قوة متغيرة حسب العلاقة التالية قاف تساوي 2 زين زائد 1، حيث أن زين هو الزمن بالثانية وقاف القوة بالنيوتن. احسب الدفع على الجسم خلال أول 3 ثواني من بدء الحركة. دائما أي سؤال في الفيزياء بكون له كلمة مدلولة للحل. يعني قلت له انا بدي اطلع الحل، انا من بدي ابدا؟ انت بتحكي عن الدفع، ما انا حيجي في بالي انه الدفع هو عباره عن قاف في دلتا زين. تمام، تفكير صحيح، لكن فينا عندي قوه او في كلمه مهمه جدا، قوه متغيره. لما انا يكون عندي قوه متغيره بعرف انه ساعتها انه الدفع لازم يحسب من خلال مساحه، لانه القانون هذا الدفع بيساوي قاف في دلتا زين غالبا بتكون عندنا القوه هان ايش ثابته. فانا ما بينفعش انا استخدم العلاقه هذه دفع بيساوي قاف في دلتا زين لحساب السؤال عندنا، لانه انا في عندي سؤال قال لي ان القوه متغيره تتغير مع الزمن. معنى كامل لازم انا اروح اقول له العلاقه بتساوي قاف تساوي 2 زين زائد 1، هذا عباره عن اقتران لازم انا ارسمه، بمعنى البدايه زين بتساوي 0 ومنها قاف تساوي 1، زين تساوي 1 ومنها قاف تساوي 3، زين تساوي 2 ومنها قاف تساوي 5، زين تساوي 3 ومنها قاف تساوي 7. وبروح بهي كده برسم المحور الديكارتي علاقه ما بين القوه والزمن. عندي القوه 1 3 5 7 وعندي هان 3 و1 5 و2 7 و3. بيطلع عندي الشكل هذا. ايش طبعا الشكل هذا؟ الشكل اللي عندنا هو عباره عن شبه منحرف. نعم. لو احنا علمنا زي هيك هذا الشكل عباره عن شبه منحرف. هان ساعتها باجي بقول له ان الدفع يساوي المساحه المحصوره. مساحه شبه المنحرف هي عباره عن نصف ضرب مجموع القاعدتين المتوازيتين. يعني 1 من 0 ل 1 1 ومن 0 ل 7 7. يعني بدي اجي اقول له هان 1 زائد 7 ضرب الارتفاع. ايش المقصود بالارتفاع؟ الخط الواصل بين الضلعين المتوازيين. يعني من 0 ل 3 عباره عن قديش؟ 3. عباره عن نص ضرب 8 ضرب 3 ويساوي وحده القياس 12 نيوتن والثانيه. وهيك الطالب ياخذ علامه كامله. هذا السؤال اسمه ماده طالب من اسئله التميز. بمعنى انه الطالب هقيتها هو هقيتها لما بنحل السؤال قدامه بيساوي الفكره. فدائما لما الواحد يجي سؤال الامتحان كل كلمه بيكون في السؤال لها معنى. نعم. يعني لو ما فيش كلمة قوة متغيرة كان السؤال تافه، بس هنا قلت لك قوة متغيرة فلازم يتم حساب الدفع من خلال هو رسم اقتران ما بين القوة والزمن، بعد هيك بجيب المساحة المحصورة اللي هي عبارة عن شبه منحرف، بطلع معي في آخر الجواب 12 نيوتن ضد الثانية. هنا الطالب لابد أن يرسم، لابد أن يكون رسم. فيش مجال، ولكن بده يعرف مساحة الشكل. تمام. نعم. بالنسبة لمساحة الأشكال احنا زي ما حكينا لازم أنت تكون أنت عندك معلومية لبعض المساحات الأساسية، زي مستطيل، زي مثلا مربع، زي مثلا شبه منحرف. وفي طبعا مثلا لو انت تغلبت في الشكل ده ممكن تقسمه قسمين. نعم. يعني ممكن تقول هذا جزء مستطيل وجزء ايش؟ مثلث. لكن غالبا طالب العلم بيكون عنده مساحه شبه منحرف معروفه لانه مرت عليه في صف 11 علميا. اها جميل. هيك احنا اجملنا اللي هو نصف الفصل الاول، حكيت احنا هنروح اللي هو على النص الثاني من الفصل الاول. ان شاء الله على بركه الله. ان شاء الله. في بالنسبه للفصل الثاني او اسف الجزئيه الثانيه من الفصل الأول بتحكي عن حاجه اسمها اللي هي مركز الكتله. وهذا الموضوع تم دراسته في صف 11 علمي او بعنوان مركز الثقل. لما يكون في عندي هذا النظام، نظام مكون من جسمين، مثلا كاف 1 كاف 2، احداثاته س 1 صاد 1 وانحداثاته س 2 وصاد 2. يعني يا استاذ ماهر مثلا عفوا نحن مثلا موجودين على طاوله. نعم. الطاوله مثلا فيها آلة حاسبة، فيها قلم، فيها كتاب، فيها كوبات ماء، لازم تلاقي انت منطقه في الطاوله فيها اكثر منطقه فيها كتله. فقلت المطلوب من الطالب انه يحدد اللي هو اكثر منطقه تتركز فيها كتله النظام اللي احنا بنسميها س م وصاد م، واللي بتساوي س م هي عباره عن مجموع كاف السين على مجموع كاف، صاد م هي عباره عن مجموع كاف الصاد على سميشن كاف او مجموع كاف. ايش هي س م وصاد م؟ س م وصاد م هي عباره عن احداثيات مركز الكتله. او ايش هو مركز الكتله؟ هو عباره عن نقطه تتركز فيها كتله النظام ويبدو فيها تاثير الجاذبيه اكبر ما يمكن، بمعنى انه اكثر نقطه في النظام فيها كتله. طب كيف بحسبها؟ هاي س م سميشن كاف السين على سميشن كاف، صاد م سميشن كاف الصاد على سميشن كاف. وهذه القصه بالنسبه للطلاب واضحه وسهله. لكن في جزئيه احنا عندنا في الكتاب مش واضحه اللي هي حاجه اسمها فا م. اسمها فا م. فا م اللي هي بنسميها متجه الموضع لاحداثيات مركز الكتله. يعني لو جينا رسمناها، يعني مثلا هي عندي صاد وهي عندي س، فرضا ان انا حسبت مثلا مركز الكتله لنظام ما، طلع هي س م وصاد م. هذه احنا بنسميها اللي هي نقطه الاسناد البدايه. يعني انت كده بالنسبه 3 و4 بالنسبه لمين؟ للنقطه هذه. لو جينا احنا وصلنا الخط ما بين مركز الكتله ونقطه الاسناد، هذا احنا بنسميه المتجه اللي هو فا م. فا م هو عبارة عن اللي هو متجه الموضع لإحداثيات مركز الكتلة، بمعنى أن فا م هو عبارة عن س م زائد صاد م. هذا بنسميه اللي هو جمع اتجاهي. في طلاب لما بتقول انت جمع اتجاهي بفكروا انه 1 زائد 2، لا، المقصود بجمع اتجاهي يعني محصلة. فلما أقول لك انه فا م هي عبارة عن س م متجه زائد صاد م متجه، بمعنى محصلة اللي هو س م وصاد م. فلو احنا نزلنا هان خط، هان قائم الزاوية، هذا عبارة عن السينات وهذا عبارة عن الصادات. فلو أنت حابب تجيب فا م من خلال هي نظرية فيثاغورس، بيطلع عندك فا م س تربيع م زائد صاد تربيع م. إذا بتكون أنت عندك فا م كمتجه له قيمة هو عبارة عن جذر التربيع س تربيع م زائد صاد تربيع م. طيب إحنا هذا متجه زي ما إحنا شايفين، إحنا دائما الكمية المتجهة توصف بمقدار واتجاه، هذا عبارة عن مقدار. طيب إيش بدي أجيب اتجاهها؟ أنت إيش قصدك باتجاهها؟ يعني الزاوية هذه قديش؟ سهله جدا، دائما بجيبها من خلال الظل. ظل الزاويه هو عباره عن صاد ميم على سين ميم. كمان مره لو سمحت. مره ثانيه استاذ ماهر. نعم. هذه النقطه في الكتاب مش واضحه كثير، اللي هي اسمها اللي هي متجه الموضع لاحداثيات مركز الكتله. بمعنى انه هذا عباره عن متجه واصل ما بين نقطه الاسناد الى احداثيات مركز الكتله، يسمى فاميم. لحساب قيمة فاميم يتم حساب من خلال العلاقة التالية: فاميم تساوي الجذر التربيعي س تربيع ميم زائد صاد تربيع ميم. هذا عبارة عن متجه، لازم نجيب له مقدار واتجاه. مقدارا معروف، نعم. اتجاها من خلال اللي هو الظل، وظل الزاوية بيساوي عبارة عن صاد ميم على س ميم. نيجي لنقطة قبل ما نخش مثلا على السؤال، أنا في عندنا سؤال خارج عن الموضوع هذا في فكرة، بس قبل هيك نيجي لنقطة مهمة جدا، هذا الطلاب كثير كثير بتغلب فيها، قصة اتجاه المحصلة. تعال نوضحها قصه اتجاه المحصله قبل ما ناخذ سؤال على موضوع احداثات مركز الكتله. لو انا في عندي متجهين، المتجه الاول قاف واحد، نعم، والمتجه الثاني قاف اثنين، ويحصلون بينهما زاويه مقدارها ثيتا، وانت حابب تجيب متجه اللي هو بينهم المحصله. طبعا المحصله بتكون بينهما، هذا بنسميه احنا قاف ح، يعني القوه المحصله. ماشي، انت لقيت ممكن تجيب قيمه القوه المحصله من خلال اللي هو الجذر التربيعي قاف تربيع واحد قاف تربيع 2 زائد 2 قاف 1 في قاف 2 في جذر الثيتا المحصور بينهما. لكن هذا نيجي على المهم، هذا الكلام هو عباره عن مقدار المتجه، لكن بدي اجيب اتجاهه. انت ايش قصدك بالاتجاه؟ انا قصدي بالاتجاه يعني اكم الزاويه بين القوه الاولى والمحصله، ممكن نسميها الفا، او اكم الزاويه بين القوه الثانيه والمحصله، ممكن نسميها بيتا كرموز، ممكن نسميها س ص ع اللي بدك اياه، الفا بيتا. لو انا بدي اجيب قيمه الزاويه هذه، في قانون بنسميه احنا قاعدة لامي او قانون او قاعدة الجيوب. ليش بتقول؟ إذا أنت حابب تجيب الزاوية هذه اسمه على جسمه، يعني جيب قانون الجيوب، يعني كله حيكون جيب. جيب الألفا يساوي بتاخذ المقدار اللي بعيد اللي هو عبارة عن قاف 2 على القوة المحصلة في جيب الزاوية بينهما. مرة ثانية، لو أنت بدك تجيب الزاوية هذه كيف بتجيبها؟ باجي بقول له جيب الألفا، باخذ المقدار اللي بعيد اللي هو قاف 2 على القوة المحصلة في جيب الزاوية بينهما. طيب يا أستاذ ماهر، لو أنا بدي أجيب جيب البيتا، لو انا بدي اجيب هذا ايش بروح اسوي؟ باخذ المقدار اللي بعيد. ايش عندي المقدار اللي بعيد؟ قاف واحد على قاف المحصله في جيب الزاويه بينهما. هذه اللي هي عباره عن اسهل طريقه لايجاد قيمه اتجاه المحصله، وهذه طبعا طريقه تصلح سواء كان القوتين متعامدتين او مش متعامدتين. نعم. وفي احنا عندنا حاله خاصه من هذه، ايش هي الحاله الخاصه؟ لما كنت عندك متجه قاف واحد وقاف اثنين في حاله تعامد، يعني الزاويه بينهم 90 درجه، وانت حابب تجيب زاويه الفا. ممكن طبعا استخدم قانون الجيوب لانه هذا قانون عام، لكن فيه احنا بنعلم طريقه اسهل، بنقول لهم قانون الظل. ظل الالفا يساوي قاف 2 على قاف 1، بمعنى قاف الصاد على قاف السين. هذه النقطه طالب كان يعلمنا بثاني ثانوي ضلت معاه لا توجيه، لانه المشكله الموضوع هذا مش في وحده معينه، في وحدتين، فهذه تعتبر اساسيات اللي هو في جدول المحصله. اذا قلت اللي احنا شرحناه في اخر فقره هي عباره عن انه كيف الطالب يتمكن من ايجاد قيمه متجه المحصله كمقدار وكاتجاه، واحنا ركزنا على قصه اتجاه من خلال قانون يسمى قاعدة لامي او قانون الجيوب، وقلنا انه هذا حاله عامه. ممكن تجد لك حاله اسهل من هيك، حاله خاصه في حاله اذا كانت القوتين قاف 2 وقاف 1 في حاله تعامد، ساعتها حستخدم قانون اللي هو ظل الالفا يساوي قاف الصاد على قاف السين، بمعنى قاف 2 على قاف 1، وهيك انت بتكون جبت قيمه القوه المحصله كمقدار وكاتجاه. احنا بنطبق على الكميه المتجهه، يعني سواء كان قوه تسارع سرعه احنا او ميم بصفه عامه كمتجهات. نرجع حكيت احنا لموضوع احنا سبناه اللي هو موضوع اللي هو احداثيات او متجه الموضع لاحداثيات مركز الكتله، وقلنا احنا ممكن مثلا في الموضوع هذا لان الكتاب لم يطرح عليه ولا سؤال، وبيجي سؤال مثلا في الامتحان الموضوع هذا، كان بيجي طالب بقول لك هذا سؤال خارجي مش موجود في الكتاب، مش مشكله. الكتاب للامانه يا استاذ ماهر فيه كل شيء، لكن الكتاب بده دراسه كيف تبعه. نعم. اسئلتنا الموجوده احنا عندنا في الكتاب رائعه جدا، بس لازم الطالب يعني كيف ياخذ السؤال ويحاور في السؤال. نعم. لو جاب الفكره هذه، لو جاب الفكره هذه مثلا، لو غير فيها الى اخره. ان شاء الله. شاك نستكمل الاستاذ محمد السلك ولكن بعد فاصل قصير. متابعينا ومستمعينا الكرام عبر قناه واذاعه امواج الرياضيه، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بحضراتكم طلابنا الأعزاء في برنامج أنا توجيهي مع الأستاذ محمد السلك، وهذه المادة الشيقة والممتعة أكيد، يعني فيها كتير مشاكل ولكن هي مادة جميلة وهي مادة الفيزياء. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. السلك يعني أنت ما شاء الله فيزياء وسلك، يعني إيش الترابط بينهم؟ والله صدفة. هي أكيد برسنا السؤال هذا، وفي عندنا أستاذ محمود رصاص. نعم. قبل كنا قدمنا في اذاعه القدس، فواحد بيتصل بقول يعني غريبه محمود رصاص ومحمد السلك، انتم كنتم متفقين ولا متفقين مع بعض؟ لا هي صدفه طبعا. كل احترام للاساتذه وطبعا وزاره التربيه والتعليم على جهودها الطيبه في كل المجالات. حقيقه خلاص زمان. اتفضل. احنا خلينا نبدا من محد ما وقفنا احنا لموضوع اللي هو س م او ف م، وقلنا ف م هي عباره عن الجذر التربيعي لس تربيع م زائد ص تربيع م، وقلنا انه هذا عباره عن مقدار. لو انت بدك تجيب الاتجاه من خلال الظل الالف عباره عن ص م على س م. احنا قلنا ممكن مثلا الموضوع هذا يجيك مثلا فكره في خارجيه، يجي مثلا يعطيك مثلا سؤال يقول لك كالتالي، يقول لك انا في عندي متجه مثلا موضع ف م قيمته عباره عن 8 سم ويميل بزاويه 30 درجه عن محور السينات الموجب. نعم. اوجد احداثيات مركز الكتلة. نعم. ف م هو عبارة عن متجه الموضع لمركز الكتلة قيمته 8 سم ويميل بالزاوية مقدارها 30 درجة عن محور السينات الموجب، أوجد إحداثيات مركز الكتلة. لو جينا احنا رسمنا اللي هو السؤال أو الشكل، لأنه حيكون لنا هان عملية تحليل الحل، في أنا عندي هان هذا عبارة عن الصاد، وهذا عبارة عن السين، وهذا عبارة عن اللي هو ف م اللي هو عبارة عن 8 سم. هو نوه لي في السؤال قال انه يميل بزاويه 30 درجه عن محور الموجب، تمام، هذا عباره عن 30 درجه. هو قد ايش بده موضع مركز الكتله اللي هي عباره عن س م. طيب استاذ محمد، هنا يقدرها الطالب 30 درجه كيف؟ احنا زي ما تقول احنا في الفيزياء بالذات احنا بس نظام انه احنا بس مطلوب من الطالب انه يقول مثلا 8 جهه ال 30 و8 جيب 30، تمام. مادتنا مش هندسه، بس حاجه تقديريه. تقديري تمام، انه الطالب انه يعرف الزاويه وين ممكن الطالب يتحاسب. لو مثلا رسم الزاويه تحت هم فيها مشكله، بس هو هنحدد قال لك 30 درجه مع محور السينات الموجب. ف م هو عباره عن متجه، وهذا طبعا ف م متجه لا هو في السينات ولا في الصادات، بما انه مائل فله مركبه سينيه ومركبه صاديه. ايش مركبه السينيه؟ انه بدك تحلوا هان القريب جتا اللي هو الضلع اللي جنب الزاويه حياخذ جتا، فبقول هان 8 جتا 30 اللي قيمه اللي هي 8 اللي هي ف م، واللي بعيد المحور اللي بعيد عن الزاويه اللي هو معطيه جيب، بمعنى 8 جتا 30 و8 جيب 30. هان بكون هنا عندي قيمه س م اللي هي الاحداثيات السينيه هي عباره عن 8 جتا 30 وبسيبها الطالب براحته، وصاد م هي عباره عن 8 جيب 30 وهنا الطالب بحسب براحته. وبعدك مهما كان السؤال بعدك ايش حيكون؟ حيقدر يحله، لانه كان عنده لغز السؤال اللي قصة اللي هي ف م 8 سم ويميل بزاويه 30 درجه، وخصوصا الموضوع هذا لم يطرح على الكتاب اي سؤال. الجزء الاخير في هذا الفصل، الفصل الاول، طبعا جزء انا بعتبر الفصل الاول في الوحده الاولى فصل مليان. نعم. يعني انا بحس انه اكثر صعوبه شويه من الفصل الثاني، لأن الفصل الثاني آلية الحل فيه معروفة، لكن الفصل الأول فيه كثير قوانين زي ما حضرتك شفت، يعني احنا كل شوية بنكتب قانون 3. نعم. نيجي للجزئية الأخيرة في الموضوع هذا اللي هو قانون اسمه قانون حفظ كمية التحرك. حفظ كمية التحرك. القانون هذا بيحكي لك، بقول لك إنه في أنا عندي نظام، في أي نظام معزول ومغلق. المقصود بكلمة نظام معزول مغلق أي أن مجموع القوى الخارجية عليه تساوي صفر. برضه أنا مش فاهم إيش قوة خارجية عليه تساوي صفر. نعم. يعني مثلا تقول مثلا أنت نظام زي هيك، هاي كتلة أولى، هاي كتلة ثانية، بينهم مثلا نابض في حالة سكون، وعند إطلاق النابض الحركة حتلاقي أن الكتلة الأولى تحركت يمين وتحركت شمال. هنا بسميه نظام معزول مغلق، لأنه كمية التحرك قبل، لأنه كان النظام قبل في حالة سكون، وبعد كيف تحرك؟ واحد تحرك يمين وواحد تحرك شمال، فواحد هياخذ اشاره موجبه وواحد هياخذ اشاره سالبه. لو احنا جمعنا كميه التحرك اللي هان وكميه التحرك هان حيرجع مره ثانيه لمين؟ للصفر. واحنا دائما بنقول لهم في اي نظام مكون من جسمين غالبا ما بتكون كميه التحرك محفوظه سميشن كات قبل، سميشن كات قبل تساوي سميشن كات بعد. نيجي هان لنقطه مهمه جدا. نعم. هذه النقطة مش واضحة كثير للطلاب، ايش هالنقطة هذه؟ في فرق لما انا احكي على جسم واحكي عن نظام. يعني كيف؟ لما انا اقول الطاقة الحركية تساوي نص كاف عند تربيع، العلاقة بين الطاقة والكتلة هي علاقة طردية. هذا لما انا بحكي عن نظام مكون من جسم واحد. نعم. لكن لما انا احكي عن نظام زي النظام اللي عندي مكون من جسمين، فبتصير العلاقة بين الطاقة الحركية والكتلة هي علاقة عكسية. مرة ثانية، في فرق. قلت العلاقة بين الطاقة والكتلة الطالب بيعرفها طردية، لا مش دائما طردية، حسب. إذا أنت بتحكي للجسم الواحد تعتبر طردية، الطاقة والكتلة طردية، لكن إذا أنت بتحكي عن نظام مكون من جسمين زي مثلا اللي في زي لو حتى بعد سؤال 2 صفحة رقم 16، هذا يعتبر نظام معزول مكون من جسمين، فالعلاقة بين الطاقة الحركية والكتلة هي علاقة عكسية، وتكتب بالصيغة التالية: الطاقة الحركية الأولى في كاف واحد تساوي الطاقة الحركية الثانية في كاف 2، وأنا قصدي بالطاقة الحركية الطاقة الحركية الأولى بعد الإفلات والطاقة الثانية بعد الإفلات. إذا هذا أول إيش؟ أول شغلة. ثاني شغلة، لما أنا أحكي عن كمية التحرك، كمية التحرك للجسم غير محفوظة. للجسم كيف يعني يا أستاذ؟ نعم. يعني مثلا الجسم في البداية هان كان ساكن، طيب ما بعد تحرك، طب ما هو السرعة قبل أو كت قبل بتسويش كت بعد، لأنه كت قبل كان صفر وكت بعد تحرك. طب لكن لما أنا أحكي عن مجموعة جسمين، لما أنا أقول جسمين مع بعض ساعتها بقول له كمية التحرك محفوظة. إذا نفرق ما بين لما أنا بحكي عن جسم وبحكي عن إيش؟ نظام. عن نظام. في فرق بين العلاقات الطردية والعكسية سواء كان جسم أو نظام. نعم. هيك يا أستاذ ماهر بكون تقريبا الفصل الأول تم بحمد الله. حكيت احنا قدامنا حكيتها سؤالين في أسئلة الفصل اللي حابب يطبق معنا اللي هو صفحة رقم 16 في كتابك الوزاري. في أنا عندها في سؤالين مهمات جدا. طبعا أسئلة الكتاب أسئلة هيك حلوة بسيطة، لكن الطالب دائما طموح. نعم. بدور على الحاجات اللي ايش؟ اللي فيها أفكار. احنا حتناول سؤالين، حتناول أول سؤال السؤال اللي مغلب الطلاب هيك ومتعبهم شوية اللي هو سؤال 2 صفحة 16. سؤال 2 صفحة 16. وهذا سؤال من الأسئلة المهمة في هذا الكتاب، مش احنا متوقع، لا يعني سؤال في فكر. السؤال ايش بحكي؟ في أنا عندها نظام مكون من جسمين. نعم. كاف واحد وكاف 2. يضغطان بينهما نابض، والطاقة المخزونة في النابض هي عبارة عن 60 جول. فإذا علمت أن كتلة الجسم الأول هي كاف وكتلة الجسم الثاني هي عبارة عن 2 كاف، فإذا تم إفلات النابض فإن الجسمان حتحرك باتجاه متعاكس. هذا حيتحرك يمين وهذا حيتحرك شمال. إيش المطلوب منك؟ المطلوب منك كل جسم قديش بياخذ من 60 هذه. يعني حكيتها بالمنطق، نظام مكون من نابض، طبعا هذا النابض مضغوط. في اثناء ضغط النابض فان النابض يخزن طاقه داخله تسمى طاقه الوضع المرونيه. طيب ماشي. عند افلات النابض للحركه طبعا ليش؟ الطاقه لا تفنى ولكن تتحول من صوره لاخرى. فهذه ال60 حتتوزع، حتحرك الجسم الاول والجسم الثاني، زي فكره مثلا اللي هو البندقيه والرصاصه. حكيت لما احنا بنسحب الكلاشن زيك منعشك زيك. نعم. ايش بخلي الرصاصه تطلع؟ اللي هو تم تحويل طاقه الزنبرك الى طاقه حركيه. لما انا بسحب السهم، تمام، ايش بحرك السهم؟ انه انت عندك اللي هو السهم اللي هو النابض، هذا يعتبر نابض، فانا خزنت في السهم طاقه حركيه وحررته. لو كانوا الجسمين قد بعض فكان 30 جول و30 جول، لكن زي ما انت شايف انت عندك كتله ضعف الثانيه. انت تو حكيت لنا حاجه، قلت اذا كان عندك نظام مكون من جسمين فالعلاقه بين الطاقه الحركيه والكتله هي علاقه ايش؟ عكسيه. يعني ايش يا استاذ؟ يعني يا استاذ هذا حياخذ 40 جول وهذا حياخد 20 جول. ليش؟ لأنه هذا كتلته ضعف الأول، وبالتالي لازم تكون طاقته نص الأول. طب تمام، هذا السؤال لو كان سؤال اختر، لكن أنا عندي سؤال رسمي بده حل رسمي. كيف نحل الرسمة؟ بده يكون حل رسمي بالطريقة التالية. بدك تيجي تقول طاقة الوضع المرونية هي عبارة عن مجموعة طاقة الحركة الأول زائد طاقة الحركة الثاني بعد، بمعنى إنه 60 جول اللي كانوا في النابض راحوا لطاقة حركية في الأول وفي الثاني. إذا بقول طاقة الأول زائد طاقة الثانية، وهذه عبارة عن المعادلة رقم 1. ومعروف دائما في الرياضيات مثلا أنت عندك مجهولين لازم يكون عندك كمان معادلة. طيب نجيب كمان معادلة، بدك تجيب أنت بتحكي عن نظام معزول، إذا سميشن كت قبل تساوي سميشن كت بعد. نعم. بمعنى كمية التحرك قبل بيساوي كمية التحرك بعد. قبل أنت عندك نظام كان في حالة سكون، ولكن بعد حيتحرك بشكل متعاكس. إذا بدي أجي أقول له هن كت 1 ناقص كت 2، ودي على الشكل الثانية حسين أن كت 1 تساوي كانت 2. احنا قبل شويه في اول حصه ايش حكينا؟ قلنا هناك علاقه بين الطاقه الحركيه وكت، اذا كنتم متذكرين قلنا ان الطاقه الحركيه ايش بتساوي؟ بتساوي كت تربيع على 2 كاف، بمعنى ان كت تساوي الجذر التربيعي 2 كاف الطاقه الحركيه. فباجي بعوضها، باجي بقول له هاي الجذر التربيعي 2 كاف الطاقه الحركيه 1 تساوي الجذر التربيعي 2 كاف الطاقه الحركيه 2. ربع الطرفين 2 مع 2 بتروح، بضل عندك كاف 1 اللي هي عباره عن كاف ضرب الطاقة الأولى، كاف 2 اللي هي 2 كاف ضرب الطاقة الثانية، وكاف مع كاف بتروح، ومنها الطاقة الأولى هي ضعف الطاقة الثانية، وهذه المعادلة رقم 2. أنت هيك السؤال انحل معك، أنت صار أنت عندك عبارة عن مجهولين، الطاقة الأولى والطاقة الثانية مجموعهم 60، والطاقة الأولى ضعف الطاقة الثانية، وصح هي 40 وهذول 20. بالتعويض 2 في 1 نستنتج أن اللي هو طاقة الجسم الأول 40 جول، وطاقة الجسم الثاني هي عبارة عن 20 جول. أكيد هذا سؤال في صفحة 16 من الكتاب الوزاري. تمام، سؤال 2 صفحة رقم 16 إن شاء الله. هنحكي بس بشكل مختصر جدا على سؤال رقم 5 في نفس الصفحة. سؤال 5 في نفس الصفحة، صفحة 16. هذا أنا بطلب من الطالب يعني يفكر فيه أو كواجب يعني إنه يثبت لي في نفس السؤال أن زمن التحليق للسؤال نفسه هذا هو عبارة عن 2 عين على جيم. اثبت ان زمن التحليق للكره او الجسم اللي عندك في السؤال في سؤال 5 صفحه 16 انه ايش ياخذ العلاقه التاليه، زمن التحليق عباره عن 2 عين على جيم، على اعتبار ان شاء الله احنا نشغل مخهم ودماغهم ان شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل القصير. متابعين عبر قناه واذاعه امواج الرياضيه مع الاستاذ محمد السلك وماده الفيزياء. برنامج انا توجيهي، برنامج مخصص لطلاب الثانوي. نرحب بحضراتكم أعزائنا طلاب وطالبات الثانوية العامة في برنامج أنا توجيهي، وهذه اليوميات الجميلة مع نخبة من الأساتذة وطبعا المواد لمنهاج الثانوية العامة. في هذه الحلقة نرحب بالأستاذ محمد السلك مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضرتك، مدرس مادة الفيزياء. من أي مدرسة حضرتك؟ أنا من مدرسة أبو ظل الغفاري الثانوي المدني. في الشجاعية. لا، مديرية غرب غزة. أبراج المقوسي هناك موجود. جميل جدا، موفق. كيف الطلاب معك ولا طالبات؟ لا طلاب. لا، نحن في عندنا نظام في غزة اللي هو التأنيث المدارس، والله كويسين يعني السنة الحمد لله في عندنا نخبة كويسة، بنتمنى خير. بس في احنا صار لنا فترة ملاحظين إنه العلمي صار عليه عزوف. عدم إقبال. نعم. خلص مش عارف، مع إنه زمان لما كنا نقول مثلا طالب أدبي تلاقيه يخجل. حكيت الشيء تغير، صار عندك طلاب العلمي يعني صار عزوف عن العلمي، مع انه مش عارف المناهج كويسه، بس خلاص لانه صار في الجامعه الطالب الادبي يدخل اكثر من تخصص، يعني التكنولوجيا ممكن تمريض، ففتح مجال انه الطالب يخش ادب لانه اسهل شويه، لكن بضل الطالب العلمي مميز، بضل اسمه علمي طالب. طبعا العلوم والاداب هي جميع تخصصات مميزه لكل الفرعين والشرعي والتجاري، تمام. ولكن احنا بحاجه لناس مهنيين اكثر ما نحن بحاجه لاكاديميين، واكيد يعني اليوم الفيزياء هي ماده اكاديميه رائعه جدا وتطبيقيه، نحن بحاجه للتطبيق لهذه القوانين وليس للعلوم المعرفيه البسيطه. واحنا بس احنا ان شاء الله بنتمنى انه في الوضع اللي احنا فيه عايشين انه الوضع يتحسن شوي ونفك الحصر عنا عشان الشباب ياخذوا فرصتهم ان شاء الله. يعني في احنا عندنا كوادر كويسه في غزه، بس احنا ان شاء الله في علماء في الفيزياء وفي الفلك وفي الفضاء وما شابه ذلك. انت عفوا اي منافسه بتسمع فيها طالب من غزه واسم من غزه، نعم، بكل الثقل، نعم، يعني سواء في اي منافسه، سواء يعني سواء تمثيل مثلا خلينا نحكي اغاني، مواهب، ذكاء عقل، علم، شيء بتلاقي في تميز عند اهل قطاع غزه، صحيح. لانه احنا طبيعتنا من الناس يعني مخ مفتح، بس احنا خلينا نقول الظروف اللي بنعيش فيها سواء حصار او وضع سياسي فهذا كله بيأثر. ان شاء الله، على بركه الله نستكمل الفصل الثاني ان شاء الله. الفصل الثاني بيحكي عن موضوع اللي هو التصادمات، وانا بصنف الفصل هذا فصل اسهل من الاول، ونظام الاسئله فيه واضح. كيف يعني واضح؟ يعني انت حتكون انت عندك في الامتحان سؤال بيتعلق بالتصادمات. التصادمات طبعا تصنف الى نوعين حسب شكل التصادم. النوع الاول هو عباره عن تصادم بنسميه احنا في بعد واحد، وفي تصادم الجسمان على نفس الخط، وفي بتلاقيه بنسميه احنا اللي هو نظام بعدين، زي مثلا نظام البلياردو هيك، بتلاقي جسمين بعد ما تصادموا بيطلعوا بزوايا. وفي نظام بنسميه احنا اللي هو نظام او تصنف تصادمات حسب مبدا بنسميه احنا حفظ الطاقه. حفظ الطاقه في مثلا بتلاقيه مثلا تصادم بنسميه احنا تصادم مرن، وفي تصادم بنسميه احنا تصادم اللي هو غير مرن. ها نحن خلينا نحكي شغله، اذا احنا طلعنا على الامتحانات حنلاقي انه موضوع التصادم في بعدين تقريبا من 2011 لم ياتي عليه اي سؤال حسابي، فاحنا ممكن خلينا نقول للطلاب انه السنه حاولوا يركزوا على موضوع التصادم في بعدين، وبالذات عندي في سؤال 9 صفحه رقم 32 من الكتاب الوزاري. هذا سؤال زي ما تقول يعني في شغل. احنا طبعا احنا كيف بنقول المهم مش مهم؟ لا احنا كله بنسمع المهم، لكن بنقول مثلا انه هذا الموضوع له فتره ما جاش، نعم، فممكن السنه ايش يتم اختباره. طيب احنا قلت لو وجدنا احنا سؤال في التصادمات، اي سؤال، دائما بالنسبه لك يا عزيزي الطالب حط في بالك بتساوي نظام معادلتين. اول معادله لا نقاش فيها ولا خلاف، اللي هي معادله انه دائما لازم تقول انت كميه التحرك محفوظه، سميشن كت قبل تساوي سميشن كت بعد، لانه كميه التحرك محفوظه في اي تصادم. اما المعادله الثانيه حتكون من خلال را احنا بنسميه اللي هو معامل الارتداد. معامل الارتداد طبعا را معروفه، هي عباره عن عين 2 شرطه ناقص عين 1 شرطه على عين 1 ناقص عين 2، بمعنى السرعه النسبيه للجسمين قبل بعد التصادم الى السرعه النسبيه للجسمين قبل التصادم. وهنا بدنا نحكي شغله مهمه كثير. را التصادم او اللي هو معامل الارتداد له اكثر من قانون. قانون 2 3 4، نعم، واحده يا استاذ علينا، انت قلت لنا فيها احنا عندنا قانونين، نيجي قلتها ركزوا معنا. فينا عندنا التصادم اللي هو عباره عن 4 قوانين. القانون الاساسي اللي هو ناقص عين 2 على عين 1، هذا انت بتستخدمه في حاله وجود جسم واحد، زي مثلا تقول تصادم جسم مع حائط او مع ارض. 2 في عندك معامل لجسمين، زي اللي هو القانون هذا عين 2 شرطه ناقص عين 1 شرطه على عين 1 ناقص عين 2 في حال وجود جسمان، وهذا طبعا تتداول. وفي قوانين تم استنتاجها، را بتساوي جذر فا 2 على فا 1، ولا يستخدم في حاله السقوط الحر. نعم، ايش معنى سقوط حر؟ ان الجسم يبدا حركاته من السكون، يسقط من ارتفاع فا 1 ويرتد الى ارتفاع فا 2. والقانون الاخير را تساوي جذر 100% ناقص نسبه الطاقه الضائعه. طب بدنا نقلبك شوي، بس احنا اخر قوانين هذول يا استاذ ما خدناهمش، انا عارف ما خدناهمش. هذه عباره عن قوانين استنتاجيه. القانون الاول هو را بتساوي فا 2 على فا 1، انت بتستخدمه في حال لو جسم سقط سقوط حر. طيب هل انا بينفع انا استخدم القانون في حال الامتحان بشكل مباشر؟ طبعا لا. طب ايش معنى؟ لأن القانون هذا مش موجود في الكتاب، ولكن يتم استنتاجه من خلال العلاقه التاليه. نرجع للسؤال اللي سالتني اول حصه، انه كيف اجى القانون هذا؟ نعم. القانون هذا اساسه لو احنا اخذنا را بتساوي ناقص عين 2 على عين 1، را بتساوي في حاله السقوط الحر جذر 2 ج ف 2 على جذر 2 جيم فا واحد هنسالب. طبعا الطالب انا فاهمش ايش قصد بجذر 2 جيم فا، 2 جيم مع 2 جيم سالب مع سالب بروح، ومنها را بتساوي فا 2 على فا واحد. تمام. اما القانون الاخير هذا، هذا القانون يستخدم في حساب معامله الذات، ولكن عند تصادم جسم مع حائط او جسم مع ارض، يعني هذا بس جسم واحد. يعني كيف مثلا بيجي استاذ مثلا صار في الامتحان بقول لك مثلا تصادم جسم مع حائط وفقد 36% من طاقته الحركيه، كم يبلغ معامل ارتداده؟ باجي بقول قديش فقد؟ 36. واحد او 100% ناقص 36% عباره عن 64%، جذرها بيطلع 8/10، اذا بيطلع قيمه معامل ارتداد عباره عن 8/10. فهذا اللي هو القانون رقم 3 ورقم 4 ممكن الطالب يستخدمه في سؤال اختر الاجابه الصحيحه. لكن احنا تركيزنا بيكون على القانون اللي هو رقم 1 ورقم 2. نعم. تمام. في احنا شغله مهمه، احنا لقيتها تقريبا الفصل الثاني، يمكن يا استاذ ماهر ما فيش شيء غير قانون واحد. اها. بس اللي هو را بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على عين 1 ناقص عين. الفصل الاول ايش كتبنا فيه قوانين؟ الفصل الثاني فقط يحتوي على قانون واحد، را بتساوي عين 2 ناقص عين 1 شرطه شرطه على عين 1 ناقص عين 2 فقط لا غير، ورا تسمى معامل الارتداد. نعم. ماشي. نيجي احنا خلينا بس نحكي عن نقطه، نحكي عن حاجه اسمها تصادم عديم المرونه. تصادم عديم المرونه زي مثلا انت تقول مثلا الرصاصه التصقت بقطعه خشبيه واصبحا جسما واحدا، هذا احنا بنسميه تصادم عديم المرونه. يعني هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن تصادم غير مرن، وفيه يصبح الجسمان المتصادمان جسما واحدا بعد التصادم. يعني الجسمان بعد ما تصادموا بصير جسم واحد، زي مثلا تطلق رصاصه على قطعه خشبيه وتلتصق، ممكن مثلا قطعه من العجين رميتها على الارض هيك تلتصق فيها. وقانون عديم المرونه حسب قانون حفظ كميه التحرك، كاف واحد في عين واحد زائد كاف 2 في عين 2 يساوي كاف واحد زائد كاف 2 في عين شرطه. ايش هي عين شرطه يا استاذ؟ هي عباره عن السرعه المشتركه. ماشي. قيمه معامل الارتداد للعديم المرونه هو عباره عن صفر. لو جاك سؤال في الامتحان قال لك علماتي قيمه را أو قيمة اللي هو معامل ارتداد في تصادم عديم المرونة هو عبارة عن صفر. الجواب لأنه الجسمين بعد ما يتصادموا بيصيروا جسم واحد، فبصير فرق السرعة النسبية بينهم صفر. بمعنى الجواب مرة ثانية، لأن السرعة النسبية للجسمين بعد تصادم تساوي صفر. يعني بعد تصادم ما فيش فرق بسرعة بينهم، كأنك بتقول 5 ناقص 5 صفر على أي حاجة صفر. نعم. ماشي. في اللي حابب بس يركز معي، في احنا عندنا في سؤال 8 صفحة رقم 32 اللي هو سؤال اللي هو رصاصة. طبعا هذا السؤال اجى في سنة الامتحان 2008، بمعنى انه السؤال قبل اجى ممكن يجي، بس انا طرحت السؤال لفكرة ثانية. ايش هي؟ لو انا عندي مثلا رصاصة، اللي هو السؤال بيحكي رصاصة وقطعة خشبية التصق الجسمان معا وتحركا الى ارتفاع مقداره فا، احسب اللي هو سرعه الرصاصه قبل التصادم اللي هي عين واحد، واحسب السرعه المشتركه. الطالب عارف كيف بحله سهل، لكن اللي جيت في الموضوع لو كان في عندي هان زاويه كيف بدي احسبها؟ هان بنسمي المسافه من هان لهان هي عباره عن لام، لام هي عباره عن طول الخيط. نوضحها اكثر فوق. اكيد احنا بنشتغل هان شغل رياضيات. انت ايش فكرتك في السؤال؟ فكرتي انه حل السؤال موجود معك ما فيش مشكله، لكن فكرتنا لو انا عندي سؤال اجاك نظام زاويه، يعني زي كذا مره ثانيه، هي أنا عندي الجسم، هي بعد ما اتصادم صار هيك، هي رصاصة، وهي عبارة عن المسافة اللي هي عبارة عن فا. المسافة من هان لهان، المسافة من هان لهان هي عبارة عن لام. لو جينا احنا وصلنا الخط هيك، أنا بدي الزاوية هذه. هذه المسافة هي نفسها فا. هي نفسها فا. طيب ماشي. هذه عبارة عن 90 درجة، لو أنا حكيت شغل رياضيات جتا الزاوية. جت الزاوية هو عبارة عن مجاور عوضة، وين المجاور؟ المجاور للزاوية اللي هو الضلع هذا. قديش قيمة الضلع هذا؟ لام ناقص فا. كيف لام ناقص فا؟ لأن الطول الكلي هو عبارة عن لام، ناقص الجزء هذا بضل عندك لام ناقص فا. فحسب قوانين الرياضيات الجتا هو عبارة عن مجاور على وتر. المجاور للزاوية هذه عبارة عن اللي هو الضلع هذا عبارة عن لام ناقص فا على الوتر اللي هو نفسه طول الخيط اللي هو عبارة عن لام. فبيطلع عندك القانون لام ناقص فا على لام، حيث ان ايش هي لام؟ لام هي عباره عن طول الخيط، وفا هي عباره عن المسافه اللي ارتفعتها رصاصه او قطعه خشبيه. لكن خذ بالك من حاجه، لازم انت تكون هان تتعامل مع نفس وحدات القياس، يعني لام بالمتر، هذا بالمتر، هذا بالمتر، مش مشكله لو كان سنتي، اهم شيء يكون انت عندك توحيد لوحدات القياس، لام بالمتر وفا بالمتر ولام بالمتر. هذه اللي اسهل طريقه. لو انت طبعا طالب في امتحان جاء سؤال زي هيك وكتب القانون واجهته بتساوي لام ناقص فا على لام ناقص فا على لام مباشره بشكل سريع، ما فيش عندنا اي مشكله. اذا هذا عباره عن سؤال يضاف لسؤال 8 صفحه رقم او سؤال 7 سؤال 8 صفحه رقم 32 في كتاب الوزارة كفكره لم تاتي قبل هيك. نيجي على هلقتها للموضوع الاخير في الوحده الاولى اللي هو بعنوان التصادم في بعدين. التصادم في بعدين، وانا شخصيا اتوقع اللي هو السنه سؤال في الموضوع هذا. التصادم في بعدين لا يختلف كثيرا عن التصادمات العاديه، ولكن انت هتتحرك في مستوى واحد بعدين، يعني بدك تقول سميشن كات سين قبل تساوي سميشن كات سين بعد، او سميشن كات صاد قبل تساوي سميشن كات صاد بعد. بمعنى انه انت عندك في السؤال حتعمل معادلتين. يعني كيف؟ حتستخدم اول شيء هي مثلا نفترض مثلا عندي سؤال زي هيك، هي كاف واحد بتحرك هيك، هي عين واحد، وهي مثلا كاف اثنين وساكن. وفي عندي بعد ما تصادم الجسمين، يعني سواء قال لك تصادم او انفجاريه، هي تلاقيت مثلا الجسم الاول طلع مثلا بسرعه مقدارها عين واحد شرطه، هي كاف واحد، وهنا الجسم الثاني مثلا كاف اثنين بعين اثنين شرطه، وهي مثلا الزاويه مثلا 60 وهي مثلا الزاويه 30. وقال لك مثلا في السؤال احسب قيمه عين واحد شرطه وعين اثنين شرطه اللي هي عباره عن سرعه الجسمين بعد تصادم، بطلع في السؤال. بما انه السؤال لم يتحرك مش على نفس الخط وصار في زوايا، اذا بحكي تصادم في بعدين. ايش لازم يكون في عندك؟ لازم يكون انت عندك اللي هو مركبات اما سينه او صاده، يعني السرعه الاولى قبل سينه فيش فيها مشكله، هذا الجسم الثاني ساكن فيش فيه مشكله. نيجي على جسم مين؟ عين واحد شرطه. هذا طبعا ما لازم تحلل، كيف تحلل؟ القريب جته والبعيد جيب، يعني عين شرطه جته ال60 وهنا عباره عن عين واحد شرطه في جيب ال60. ونفس القصه بدي احلل هو عين اثنين شرطه، عين اثنين شرطه جته ال30 وهنا عباره عن عين اثنين شرطه في جيب ال30. هيك انا صارت عندي المركبات كلها في شكل افقي وشكل مين؟ عمود. وباجي بطبق مجموع كميه تحرك السينات قبل تساوي مجموع كميه تحرك السينات بعد. يعني مين كان يتحرك في السينات قبل؟ كاف واحد فين واحد فيش غيرها. هذه ساكنه. طيب بعد مين كان يتحرك؟ هي عندي جسمين، تنساش كاف واحد في عين واحد شرطه في جهه 60 زائد كاف اثنين في عين اثنين شرطه في جهه 30، وبعوض بطلع عندي معادله فيها عين واحد شرطه عين اثنين شرطه، هي اول معادله. معادله ثانيه صادات، سميشن كات صاد قبل مين كان يتحرك عمودي؟ ولا واحد صفر. مين كان يتحرك عمودي بعد؟ في انا عندي جسمين واحد فوق واحد تحت مع مراعاه الاشارات. يعني كاف واحد في عين واحد شرطه جيب ال60، كاف اثنين في عين اثنين شرطه جيب ال30. طبعا هان ناقص بعوض حيطلع عندي معادلتين اثنين في واحد هيك نحلهم مع بعض. شغل رياضي بالنسبه لطالب علمي سهل جدا. احنا هيك اجملنا ما يتعلق بالوحده الاولى. نعم. وحطينا تقريبا احنا مرينا تقريبا على جميع النقاط وان شاء الله. طيب استاذ محمد السلك، يعني بعد ما يحل السؤال كيف بيعرف انه حله صح وخطا؟ يعني اي على اي اساس؟ تمام، كيف بده يعرف اللي هو حله صح وخطا؟ بده يفترض انه كنت ياخذ الارقام هذه، انت بتقول كميه التحرك قبل بتساوي كميه التحرك بعد. انت بتقول مثلا كاف واحد في عين واحد يساوي كاف واحد في عين واحد شرطه جت 30 زائد كاف اثنين في عين اثنين شرطه مثلا جيب 30 او جت 30 60. تمام؟ انت احسب كاف واحد في عين واحد معروف هذه، عوض في عين واحد شرطه وعين اثنين شرطه، ان طلع نفس الجواب هذا بكون حلك صح. بس غالبا امتحان الفيزياء استاذ ماهر ساعتين ونص. نعم. يعني بكون الوقت بالضبط على القد. فيش مجال انه بالضبط، فاحنا عشان بنقول لك اتأنى في حل السؤال بالذات في الاسئله زي هذه فيها تحليل سين وصاد. هي دير بالك الاسئله زي هذه كويسه وسهله، ليش؟ لانه خطواتها معروفه. دائما الموضوع اللي ملوش خطوات هو الصعب. نعم. بالعكس هذه خطواته معروفه. هيك استاذ ماهر بكون احنا اجملنا اللي هو الوحده الاولى. ان شاء الله كده احنا حنعلق على بعض النقاط المتعلقه بالوحده الاولى هيك بشكل سريع هيك. ان شاء الله هيك. تفضل تفضل ارتاح كمان. يعني تكلمنا عن الان التصادم هو الفصل الثاني. تمام. من الوحده الاولى. الوحده الاولى اللي هو التصادم. التصادم وركزت على التصادم في بعدين. وتوقعت انه ممكن يكون سؤال امتحان. تمام. احنا قلت للطلاب لو حبوا ركزوا معنا مثلا في الكتاب الوزاري ايش هي الامثله والاسئله اللي لازم الطالب هو بيدرس فيها يركز عليها. لو تبع معنا الطلاب وطبعا كله مطلوب. طبعا احنا في حاجه يا استاذ ماهر، يعني فضل. كله مطلوب بس في انت بتحط لك في الموضوع هذا. بدايه صفحه رقم 9 صفحه رقم 9 في عندنا اللي هو مثال 3 طبعا المثال اجى سنه اللي هو 2014 العام الماضي كان عليه 9 درجات. في عندي اللي هو برضه من الاسئله مثال 6 صفحه رقم 14، مثال 6 صفحه رقم 14، وممكن في امتحان يضيف عليه المطلوب 2 و3. كيف يعني؟ هو طالب منه مقدار سرعه الجسم بعد إفلات النابض محسوبه عنده، والطاقه الحركيه نظام بعد إفلات النابض. طبعا الاسئله هذه محلوله على محلوله تمام. قلت لو احنا مثلا بده يضيف عليه سؤال، ايش ممكن نضيف عليه؟ يقول له مثلا احسب سرعه مركز الكتله قبل الافلات وسرعه مركز الكتله بعد الافلات. تمام، معروف انه دائما سرعه مركز الكتله قبل يساوي سرعه مركز الكتله بعد. نعم. شغله ثانيه ممكن مثلا نقول له احسب الطاقه التي كانت مخزنه في النابض. طب كيف بدي احسبها؟ انت حسبت الطاقه الحركيه بعد 24 جول هي نفسها الطاقه المخزونه في النابض. احنا تو استاذ ما حكينا على صفحه رقم 16، قلنا سؤال رقم 2 وسؤال رقم 5، وقلنا اعطينا الطلاب سؤال يفكروا فيه اللي هو اثبت ان زمن التحليق يساوي 2 عين على ج. لو رحنا على الفصل الثاني في عندنا مثال 2 صفحه رقم 24. مثال طبعا قبل هيك اجى في امتحان، طبعا الطالب بيستغرب بقول معقول يعني مثال زي هيك اجى في امتحان؟ اول مشكله ولازم الامتحان كله يكون ذبح يعني؟ لا، في تقريبا انت حوالي اكثر من 85% من الامتحان اسئله حتكون مرت عليك، مش ضروري بالارقام، فانت روح على الامتحان نفسيتك مرتاحه. حيكون مثلا في عندك 4 5 درجات للتميز لانه في عندنا اول قطاع. اكيد هنا الواضعين الامتحانات براعوا الطلبه مستوياتهم مختلفه ومتنوعه. طبعا في حاجه بيسموها استاذ ماهر جدول اللي هو جدول القياس، يعني حسب جدول القياس او المقياس يعني اللي هو بسموه جدول المواصفات، الامتحان له مواصفات معينه. نعم. ما بينفعش انا اجي مثلا واحد مثلا بده يتحدى طلاب او كنوع من استعراض العضلات انه انا بدي امتحان صعب، فيش منه، هذا امتحان ثانويه عامه يعني مصلحه الدوله. بس غالبا الطلاب بشكوا احنا طبيعتنا بنشكي كثير. نعم. بالك بس احنا بيجي بتلاقيه مثلا بسيب كل الاسئله السهله بروح له على اصعب سؤال بقول لك حليه. طب انت يا ابني فاهم اللي قبله؟ نعم. كان بقول لك بس هذا خايف يجي. لا، احنا في اسئله ممكن تيجي وفي اسئله مش ممكن تيجي. كمان من ضمن الاسئله اللي برضه مهمه معنا مثال في الكتاب، مثال 3 صفحه رقم 27، وفي عندي سؤال 5 صفحه رقم 28، وفي تو سؤال حكينا عنه اللي هو سؤال 9 صفحه رقم 33. هذا تقريبا استاذ ماهر اهم الاسئله موجوده في الكتاب الوزاري اللي لازم الطالب يهتم فيها، ويعني يهتم فيها كثير، بالذات اللي هو موضوع التصادم وبعدين، وان شاء الله احنا يوم الامتحان بكون هذا الموضوع معهم في الامتحان تكون امور طيبه ان شاء الله. ان شاء الله بكره ان شاء الله يعني غدا الثلاثاء سنستكمل الساعه 4 عصرا ان شاء الله الوحده الثانيه او الرابعه. الثانيه صعبه شويه على اساس انه فيها دورة كرويه، حيكون تركيزنا ان شاء الله على الثالثه وعلى الرابعه ان شاء الله. طب اهم النقاط بشكل سريع في الوحده الثالثه عشان يستعدوا الطلاب معنا ان شاء الله. ان شاء الله احنا في الوحده الثالثه طبعا احنا في عندنا اللي هو 3 فصول وانا بسميها وحده الام او الوحده الام اللي هي اكثر وحده بيجي عليها درجات، تقريبا حوالي 35 درجة. في احنا عندنا 3 فصول. الفصل الأول ما يتعلق بحاجة بسموها المجال المغناطيسي. في عالم دنماركي اسمه أورستيد اكتشف إنه كل موصل بمر فيه تيار كهربائي له أثر مغناطيسي. معاك أنت في الفصل الأول 3 موضوعات، ملف اللي هو مجال سلك مستقيم لا نهائي الطول، ملف دائري، ملف حلزون. مطلوب منك تعرف كل قانون فيهم، وتعرف اللي هو شكل المجال حواليهم، وتعرف كيف إثبات القانون. لأنه كل قانون له إثبات. مع تطبيق قاعده اليد اليمنى، فيعتبر الفصل الاول بالنسبه للطلاب سهل. اذا مطلوب من الفصل الاول انك تعرف قانون كل واحد فيهم، قانون سلك لا نهائي الطول، قانون الملف الحلزوني، قانون اللي هو الملف الدائري. هذا بالنسبه للوحده؟ الوحده الثالثه الفصل الاول. للتركيز. الفصل الثاني، الفصل الاول كثير سهل. الفصل الثاني هو فصل طبعا اشمل شويه، بيحكي عن حاجه بسموها القوه المغناطيسيه. اللي بتحكي انت عندك 3 انواع من القوه. القوه على جسم، القوة على سلك مشحون، القوة بين سلكين متبادلين، وعزم الزواج. ضل معك استاذ ماهر احنا زفين معنا بس احنا ممكن في دقيقتين. تمام. بالنسبة للفصل الثاني اللي حابب يسجل معنا اللي هو أهم النقاط في الفصل الثاني. أولاً في أنت عندك اللي هو القوة المغناطيسية على جسيم، قانونها الشين عين غين في جيب الزاوية. وهركز على كلمة غين وأنا قصدي فيها غير محصلة. شو قصدك غير محصلة؟ يعني لو جسيم مر من نقطة ألف لازم تحسب كل المجالات عند النقطة ألف. نعم. 2 القوة المغناطيسية على سلك مشحون أو جسيم مشحون أو سلك مشحون في مجال مغناطيسي، والقانون بيساوي تا في لام في غين جيب الزاوية. طب هالغين هي عبارة عن إيش؟ غين الخارجي. إيش قصدك بغين الخارجي؟ جميع المجالات المحيطة بالسلك ما عدا مجاله، وين بصير عندنا لخبطة. الجسيم بدك مجال محصلة، السلك بدك مجال خارجي. طيب أستاذ يعني سؤال خارج هذا الموضوع، أنتم بتساعدوا الطلاب في هذه الأبحاث علميا وتطبيقيا؟ حسب اللي هو وقت اللي هو كيف اقول لك حسب الفصل اللي احنا فيه. نعم. يعني احنا الفصل الاول كان احنا كنا مضغوطين كثير، السبب انه احنا بدينا الدوام في 24/9. نعم. الاضرابات اللي صارت اكثر من مره، فهذه طبعا عملت اللي هو عجز عندنا في الحصص، فكان ما كانش معنا مجال للتطبيق. بشكل عام انا احكي بشكل عام، خلينا نقول مثلا بشكل عام في كل المدارس الثانويه في تدني في التطبيق. بصراحه في تدني في التطبيق، في لما في بعض المدرسين بيطبقوا تمام. في عندهم اللي هو يعني جهد شخصي، جهد شخصي تمام وتعب زي كذا، بس خلينا نحكي خلينا نقول نسبه كبيره بتطبق ولكن بشكل ضئيل. لانه بكون الطريق خلينا نقول مثلا، مع انه انا يعني بتذكر لما كنت في الكرمل في سنه 97 استاذ شرح قدامنا الضفدع تمام، وجاب ماده مخدره لحتى الان منظر الضفدع وقاعد بشرح فيه مثلا، انا متذكر في الاحياء لان الحاجه عمليه بتلزق. لكن انت بيجي مثلا اول شيء كان بقول لك المدرسه نقص الامكانيات، في طب في عم عندنا وسائل تقنيه اتصل فيها، الوقت اللي هو ضغط الوقت اللي صار عندنا، الحرب، الطلاب، نفسيات، فبتلاقي طالب توجيهي بالذات مش متابع معك في العمل. لكن 11 و10 بنبسط، يعني تلاقيه بينتبه معك في الامور العمليه زي كذا. طبعا احنا بحاجه لمخترعين، بحاجه لمفكرين، لانه هذه بتنمي الذكاء العقلي لدى الطالب. في يعني السنه عملوا الى جانب مراجعه هذه المعلومه، يعني هذا هو اهم شغله في التطبيق العملي. انا استاذ ماهر دائما بقول عباره انه احنا بنتعلم الطرق الحل من الطلاب. يعني انا السنه الماضيه صلحت في خان يونس. نعم. تمام. في طالب في سؤال خامس حل السؤال بطريقه في حياتي ما شفتهاش، صورتها على الجوال. يعني ما توقعش انه طالب بفكر تفكيره انا ما جتش في بالي. ومعظم المدرسين احنا كيف تجينا الخبره، احنا احتكاك مع الطلاب، طرق الحل، ثراءة للمنهج، الواحد بتلاقيه بيكتسب خبره. نعم. ففي احنا عندنا طلاب عندنا ابداعات، احنا مجتمع غزه، مجتمع ابداعي مخترع كمان، مجتمع يعني اعطي له مساحه بالضبط، بس اعطيني زي ما بقول امكانيات وشيء وانا حبدع. اكيد. ضل استاذ معنا بس نقطتين عشان بس عشان ننهي. تمام. القوه المغناطيسيه على سير قلنا لازم يكون مجال خارجي. القوه المغناطيسيه بين سلكين متوازيين ميو زيرو فتاوى حتى 2 لام على 2 باي فا، وهذا قانون سهل. والقانون الاخير اللي هو قانون بنسميه احنا عزم الزواج، اللي هو نون في تاء في الف في غين في جيب الزاويه. وان شاء الله حصه بكره ان شاء الله نركز في كم سؤال بالاضافه للفصل الثالث هو الحث الرئيسي. احنا على كل الاحوال سعداء بوجودك بيننا، واهلا وسهلا بك بقناه واذاعه امواج الرياضيه، هذه المؤسسه التي تهتم بالشباب الفلسطيني في كافه المجالات، ومبروك لكم الفوز كشجاعيه. حياك الله. وبرشلونه برضه برشلوني. ايوه. بلاش يزعلوا منا ريال مدريد. لا لا احنا مش عنصريين احنا. طيب تحياتي لك واهلا وسهلا بك، شرفنا استاذ محمد السلك مدرس ماده الفيزياء، شكرا لحضرتك وشكرا لوجودك في مؤسسه وقناه إذاعة أمواج الرياضية. لهنا أعزائي الطلاب، طلاب الثانوية العامة، ننهي وإياكم هذه الحلقة، انتظرونا إن شاء الله بكرة الساعة 4 العصر واستكمال لمادة الفيزياء مع الأستاذ محمد السلك. كونوا على الموعد وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.